تشيكن برجر معانا هنا، فراخ مفرومة بيضة، ده كوسة وبطاطس مسلوقين كويس جدا ومضروبين في البلندر في الكبة، وكوباية شوفان، بودرة ثوم، بودرة بصل، بابريكا، ملح وفلفل وبقسماط عشان نعمل فيه البتاع البرجر. طيب أول حاجة هنلبس الجلوفز اللي بياخد وقت ده. أنا سعيدة إن مقاسه عليا، يعني أنا سعيدة إن هو سمول. طيب هنجيب نحط على البيض كده ملح وفلفل، اوكي، ونضربهم كويس جدا 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 جدا. ننزل بيه هنا، انزلي يا ماما، وننزل بكوبايه الشوفان. طبعا مش هنقعد نحكي بقى في يعني ايه في فوائد الشوفان والحاجات الحلوه دي، القمر، بودره الثوم، الايه، القمر بتاعت، انا معاكي لازم اقول القمر بتاعتك، كل الضيوف بقى تقول القمر، شفتي؟ بودرة بصل، اوكي، وبعدين هاخد الخضار ده كده هتحطيه عليه، هحطه على الفراخ. يبقى احنا كده معانا فراخ وبيض وشوفان وخضار، تمام. هنعجن ده كله كويس 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 قوي كده، اوكي. طبعا الخضار لما يتسلق لازم يبرد تماما، اوكي. هنعجن ده كويس قوي، اسيبه ساعة مثلا؟ لازم يعني يتسلق ويتضرب في البلندر في الكبة كويس، ويتساب يبرد خالص، اوكي، ماشي، تمام. هنكور ده بقى كده، وده يفضل انه يتساب في التلاجة برضو. قد ايه؟ ساعة. ساعة، تمام. أوكي؟ هنحط هنا شوية مية. انتي حطيتي فلفل كتير يا أمولة. حطيت فلفل كتير بجد؟ عايزة اعطس. لا مش مني، انت عايز تعتصي، ده حاجه تانية. لا عايز اعطس. اهو فين الفلفل، مفيش حاجه باينه. طيب انا حطيت معايا كوبايه ميه عشان وانا بكور كده ممكن البتاع يلزق، فاجيب اعمل كده، تمام، وبعدين اعمل كده. ده برجر بقى. ده برجر بقى، ايوه، خلاص. وبعدين نحطه هنا. طبعا هو لو كانت دي بارده شويه هيبقى الموضوع اسهل، خلاص. وبعدين احمره؟ لا، نسيبه في الفريزر لمده يوم عشان يمسك، تمام. حلو. ثم هيطلع كده من الفريزر ونحمره بس كده، قسم بالازيت. عامله لنا حاجه جاهزه؟ طبعا، عيب عليكي، بس احنا لسه معدينا اهو مع بعض، انت مستعجله ليه؟ ايه الاحراج اللي على الهوا ده؟ حرجتني حرجتني على الهوا. ليه؟ خلينا نوري الناس ان احنا بنعرف نحمر. طب هاتي الجهاز وحمري. طب احمر دي كده، ده حاجه غريبه قوي. بصي وعامله لك برزنتيشن. حبيب قلب، صوره بقى لو سمحت. قمر، انتوا الاثنين قمر. سعيد قوي، انا اللي هاكل.